محمد سوانينا. يا مكان والكون مالك الرحمن، لن تبقى الحكايات أسيرة النسيان، ففي مهرجانها الدولي موعد للمصالحة مع المتلقي. دورة هذه السنة جاءت كعادتها بحكايات شعبية من تراث مختلف جهات المملكة، إضافة إلى حكايات نسجت بخيال وتراث متوسطي. تتميز أيضا هذه الدورة بكون موضوعها يتناول صورة المرأة في المتخيل المتوسطي. هدفنا من خلال هذا الموضوع أن نسعى إلى إعطاء صورة إيجابية للمرأة المتوسطية، وليست صورة نمطية، ولكن المرأة البطلة، البطلة التي صنعت، ربت الأجيال وصنعت الحضارات. غادي نحكيو فيه حكايات رواة من المغرب وعدد من الدول المتوسطية، هم أبطال حكاية هذا المهرجان. الهدف من هذا الشيء هو إحياء هذه الحكاية الشعبية اللي بدات كتنضاصر، واللي كانت الجدات ديالنا كتحكيها للأطفال والأجيال والصبيان. جينا باش نقدموا يعني عرض يعني متنوع، ونقدروا نقولوا يعني مستخلص من التراث القبائلي والجزائري. السنة هذه متميز، المهرجان كان متميز وبالفنون والتراث والمقتنيات الشعبية. المهرجان الدولي للحكايات يراهن أيضا على تعميق النقاش حول موقع الحكواتي، إضافة إلى العروض التراثية التي تمتد بامتداد أيام هذه الدورة.